وبركاته، حياكم الله وبياكم، أسأل الله أن يسعدكم ويبارك فيكم. أهلا وسهلا بكم في هذا الدرس وفي الرقية الشرعية لعلاج العين والحسد. معكم أخوكم رياض البلوشي الداعية الكفيف. نريد من هذه المادة أن تكون فائدة ومفيدة ونافعة لجميع المسلمين، فشاركوا المقطع بشكل واسع، فالدال على الخير كفاعله، لأننا في آخر هذا المجلس سوف نقوم بالرقية الشرعية، وسوف نقرأ الرقية الشرعية التي نسأل الله أن تكون نافعة ومفيدة وتكون سببا لشفاء كثير من الناس. فالشافي هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يشفينا إذا مرضنا، وإذا مرضت فهو يشفين، لكن نحن نتخذ الأسباب ونتوكل على الله سبحانه وتعالى، وهذه الأسباب هي أسباب شرعية. كما أننا عندما نمرض فإننا نذهب إلى الطبيب، فهناك أمراض روحية علاجها الذكر والتسبيح والدعاء وقراءة القرآن. سوف يكون محاضرتنا ودرسنا فيه عدد من العناصر. العنصر الأول هو تعريف العين والحسد وخطرهم. العنصر الثاني أعراض العين والحسد وعلاماتها. العنصر الثالث كيفية الوقاية من العين والحسد، كيفية الوقاية من العين والحسد، وكيف نحصن أنفسنا وأولادنا. العنصر الرابع هو العلاج، سوف نبين العلاج نظريا. هذا هو الشق الأول من العنصر الرابع، ثم نبين العلاج عمليا، فسوف يكون العلاج عمليا من خلال قراءة الرقية الشرعية، من خلال السماعات والصوت المرتفع والميكروفون. نقرأ الرقية الشرعية وتضعون سماعات الأذن وتستمعون معنا إلى الرقية الشرعية، أو حتى إذا كنت جالسا فتشغل المقطع في السماعات الخارجية عندما نبدأ الرقية الشرعية بإذن الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنبدأ بالعنصر الأول ألا وهو تعريف العين والحسد. تعريف العين والحسد، يقول ابن القيم أن العين والحسد هي أشياء تخرج من عين الإنسان ونفسه فتؤثر، وهي أشياء لطيفة غير منظورة، يعني لا يراها الإنسان، فتؤثر بالشخص الذي أمامك. والعين قد يكون من الإنسان نفسه، وقد يكون بقصد أو غير قصد. فالعين يكون إعجابا بالشيء، أنه لا يقول ما شاء الله ويستحسن الشيء. فالشخص أحيانا يحسد نفسه أن يصيب العين بنفسه، يصيب العين لنفسه أو يصيب أهله أو يصيب ولده. لماذا؟ لأنه لم يبرك ولم يقل ما شاء الله، فأثرت عينه على الشخص الذي أمامه، على الشخص الذي أمامه. فالعين يقع بقصد وبغير قصد، وأحيانا تكون عين حاقدة، أنه يحقد على شخص، فهنا ينقلب ماذا؟ ينقلب حسدا، لأن العين كما ذكرنا لكم أنه قد يقع بقصد أو غير قصد، لكن الحسد يقع بقصد. الحسد هو تمني زوال النعمة من الشخص الذي أمامك، فهو يتمنى زوال النعمة، يحقد عليك وفي داخله شر اتجاهك وحسد في قلبه، وهو مرض. والحسد هو مرض، ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فالحسد يكون بقصد وتعمد، لكن العين
لا يكون بقصد، فأحيانا يقصد شخص العين أن يصيب بالعين، خاصة إذا كان عائنا مشهورا. يعني هناك من اشتهروا بالعين والحسد قديما وحديثا، يجدون علامات في عينهم من حرارة وأشياء يشعرون بها. ونحن عندما سنبين العلاج نبين العلاج للشخص الذي أصيب بمرض الحسد، وأيضا بالعين كيف يعالج نفسه من إصابة غيره، وأيضا نبين كيف يحصن غيره من الناس، كيف يحصنون أنفسهم من العين والحسد. فهنا اختلاف بين العين والحسد، أن العين يكون بعمد أو غير عمد، لكن الحسد يكون بعمد، يكون بعمد شيء في قلبه، حقد وحسد على ما أنعم الله به على هذا الشخص من نجاح أو تفوق أو مال أو بيت أو أولاد، فإنه يحسده على هذه النعمة ويتمنى زوال هذه النعمة، فيقع الشخص بالحسد ويتأثر بهذا الحسد. وكما ذكرنا لكم قول ابن القيم أنه شيء لطيف، شيء لطيف لا يرى بالعين يصيب الإنسان الذي أمامك، فيتأثر هذا الشخص من هذا العين أو الحسد، فقد يقع له المرض، أو قد يقع له أنه لا يبارك، لا تزول البركة من ماله، وتحدث له مشاكل أحيانا وأوجاع بسبب هذا العين أو الحسد. هنا هذه الأشياء سنبينها عندما نبين علامات العين والحسد. النقطة الثانية هي علامات العين والحسد، علامات العين والحسد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه البخاري: العين حق، العين حق. وفي رواية مسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، لسبقته العين. فالعين ثابت في القرآن وثابت في السنة النبوية، كما ذكرنا لكم من الآية التي ذكرناها في سورة الفلق: ومن شر حاسد إذا حسد. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى في سورة القلم: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. فالمشركون كانوا يريدون أن يصيبوا النبي صلى الله عليه وسلم بالعين والحسد حتى يجعلوه يقع أو يمرض أو يحدث له شيء. فحتى العين والحسد كان مشهورا عند الجاهليين. وبعد ذلك في السنة النبوية هناك أحداث كثيرة بالنسبة للعين والحسد، سنذكرها عندما نبين العلاج أو الأعراض. النقطة الثانية هي أعراض العين والحسد. وهناك شيء نريد أن نشير إليه قبل أن نبدأ ببيان أعراض العين والحسد، ألا وهو أنه ليس من الضرورة أن تكون هذه العلامات عندك فتظن أن بك عينا أو حسدا. فينبغي أن نعلم أننا عندما نشير إلى علامات العين والحسد فإنك لن تستطيع أن تقيم أنت، لأنه إذا أوجعك يدك أو بطنك فلن تستطيع أن تقول أني مريض وبي هذا المرض، إلا إذا ذهبت إلى الطبيب وشخص حالتك ثم قال لك أنت مريض وخذ هذا العلاج ومرضك هكذا وهكذا. فكذلك الأمر، الشخص المعيون أو المحسود لا يستطيع أن يجزم بأنه أصيب بالعين والحسد إلا إذا رأى علامات تؤكد له. لكن أن تكون علامة واحدة، فأحيانا بعض العلامات تشترك في الحالة المرضية العضوية أو النفسية أو الروحية، فلا يستطيع أن يميز من علامة واحدة، إنما الذي يشخصه هو المتخصص الراقي الشرعي. فلا نتوهم إذا أصيبنا أي شيء أننا فينا عين وحسد. لماذا؟ لأنه ليس هناك إفراط ولا تفريط. فالشخص لا يقول أنه لا يوجد عين وحسد ومس وسحر، فهذه الأشياء ثابتة في القرآن والسنة وفي الإقراء والاستقراء. وأيضا لا يكون كل شيء يصيبه من ألم أو أي شيء يحدث له فيقول عين وحسد عين وحسد، بل يكون متوسطا في جميع أموره، متزنا في جميع أموره،
يتدبر بما يحدث له ويكون إيمانه بالله سبحانه وتعالى قويا. من الأعراض التي قالها العلماء بالنسبة للعين والحسد سنذكر جملة من العلامات، والعلامات كثيرة. من هذه العلامات التثاوب الكثير، يتثاوب بشكل كبير جدا، يعني قد يكون نائم، يعني نام بشكل كبير، ليس بنعسان لكن يتثاوب بشكل كبير في ليله ونهاره وتخرج منه دموع. ومع هذه العلامات كما بينا لكم تكون علامات مشتركة أخرى، أو تكون معه آلام أو أشياء غير طبيعية وأشياء تقع له غير طبيعية، أو آلام لا تذهب منه مهما ذهب إلى الأطباء أو لا يعرفون ما به من المرض. فالتثاوب الكثير مع خروج الدموع من علامات العين والحسد. وأيضا التجشع، أنه يتجشأ بشكل كبير جدا، فهذا أيضا من علامات العين والحسد. وأيضا من علامات العين والحسد الخمول عن العبادات، أنه يحدث له خمول بالنسبة للطاعات وأداء الطاعات. أيضا من علامات العين والحسد ضيقة تحدث له في صدره، خاصة عند غروب الشمس، خاصة عند غروب الشمس تحدث له ضيقة في صدره لا يعلم ما سببها. أيضا من علامات العين والحسد أنه يتساقط شعره، خاصة هذا الشيء عند النساء، مع ألم في الأكتاف وأسفل الظهر وأسفل القدمين، آلام شديدة، فهذه تكون أيضا من آثار العين والحسد. وكما ذكرنا تكون مع اشتراك في علامات أخرى. وبعد أن يفحص نفسه عند الأطباء، وبعد أن يذهب إلى الأطباء العضويين فيقولون ليس بك شيء، بعد ذلك يلجأ إلى الرقية الشرعية والقرآن شفاء لكل شيء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فإذا رأى هذه الأعراض أيضا كما ذكرنا، تساقط الشعر، أوجاع في الأكتاف، ألم أسفل الظهر أسفل القدمين، ألم في المعدة، حرقة في المعدة بشكل كبير جدا، فهذه أيضا تكون من علامات العين والحسد. وانتفاخ في البطن، هناك علامات أحيانا تكون مشتركة بين العين والحسد والسحر. لهذا الأمر نحن عندما نذكر هذه الأشياء لا يقول شخص أنا معي هذه الأشياء فورا، لا بد أن يتفحص. أيضا آلام في الرأس، قد يحدث عند الشخص آلام في رأسه من الأمام أو من خلف رأسه، من هنا تحدث له آلام بشكل كبير جدا لا تذهب نهائيا. وأيضا من علامات العين والحسد خروج الدمامل والحبوب الكثيرة على الوجه وعلى الظهر. وأيضا من علامات العين والحسد رؤية القطط في المنام، أو النمل، أو العين يرى أعين بعد أن تحدث معه هذه الأشياء وأعراض وآلام وأشياء غير طبيعية وذهب إلى الأطباء، أيضا يرى في المنام قطط، والقطط يشترك فيها السحر والحسد أيضا. أو يرى نمل في بيته الأبيض أو الأسود بشكل كبير جدا، أو يرى في المنام هذه الأشياء، أو يرى في المنام أعين، يرى عين. وأحيانا بعض الناس الذين أصيبوا بالعين والحسد قد يرون العين في أجسادهم، علامة العين في يدهم أو في قدمهم أو في ظهرهم، هذه الأشياء قد يراها بعض الناس. أو يرى أنه في المنام يقال له أن فلان حسدك أو فلان أصابك بالعين، وهو معروف أنه يصيب بالعين ولا يذكر الله سبحانه وتعالى. فهذه مجمل أشياء ذكرناها بالنسبة لأعراض العين والحسد، أعراض لعين وللحسد. والعين والحسد يسبب أمراض، يسبب أمراض كما قال الشيخ خالد الحبشي أنه أحيانا يسبب مرض عافانا الله وإياكم السرطان وأمراض أخرى كثيرة، لأن العين خطيرة جدا. الحديث ضعيف لكن يذكرونه العلماء أن العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. الرجل القبر أي أنه يصيبه العين فيمرض ثم يموت ويدخل القبر،
والإبل والجمل تمرض بالعين ثم بعد ذلك تذبح بسبب أنها مرضت وتوضع في القدر لكي تطبخ. فالعين والحسد تصيب الإنسان وتصيب الجماد وتصيب الحيوان، فإن العين والحسد قد تصيب الإنسان والحيوان وأيضا الجماد. والقصص على ذلك كثيرة، لكن لا نريد أن نطيل لأننا سنقرأ الرقية الشرعية في الأخير. النقطة الثالثة، الوقاية من العين والحسد. كيف نقي أنفسنا من العين والحسد؟ أولا بالتوحيد، فإن التوحيد من أعظم الأشياء والإيمان التي تجعلنا نحافظ على أنفسنا من العين والحسد، أن يكون إيماننا بالله سبحانه وتعالى قويا وموحدين لله سبحانه وتعالى، فلا ندعو غيره ولا نذبح لغيره ولا نستغيث أو نستعين بغيره، فيكون عبادتنا لله سبحانه وتعالى وحده، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. هذا اختصار لمعنى التوحيد، ولو أردنا أن نفصل بالتوحيد لجلسنا أياما وأشهر لبيان التوحيد الذي من أجله خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض وأنزل الكتب وأرسل الرسل، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الأذكار، أن نحافظ على أذكار الصباح والمساء، وأن نحافظ على الطهارة، وأيضا أن نحافظ على الفرائض والتقرب من الله سبحانه وتعالى، فإن الشخص الذي يكون بعيدا عن الله فإنه أكثر من يصاب بالعين والحسد، لأنه في غفلة ولأنه عرضة للشيطان، لأن العين والحسد أحيانا تكون آثارا في الجسد، وأحيانا يدخل معها شيطان فيعبث في الجسد. فينبغي أن نعلم وأن نحصن أنفسنا بأذكار الصباح والمساء وبالفرائض وبترك المعاصي، وإذا أذنبنا نستغفر ونتوب، خاصة النساء، لأن أكثر الحالات التي تأتي لنا من النساء عندما يكونون في الأعراس أو عندما يذهبون إلى الحفلات. فينبغي أن يعلموا أن الزينة المبالغة وأن اللبس الذي فيه عري فإنها قد تصاب بالعين، إما من النساء وأحيانا من الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى أحدى أمهات المؤمنين، كانت عندها جارية وفي وجهها علامة، فقال إن هذه بها نظرة فابحثوا لها عن راقي، أي يقرأوا عليها، نظرة أي من الشيطان، فحتى الشيطان قد يصيب الإنسان بالعين والحسد بالعين، والإنسان يصيب نفسه. فالمرأة ينبغي عليها أن تذكر الله سبحانه وتعالى وتقول بسم الله وتقرأ الأذكار وتحصن نفسها وتحافظ على لبسها حتى لو ذهبت إلى حفلة فيها نساء. وأيضا من الأشياء التي منتشرة بشكل واسع هي التباهي في مواقع التواصل الاجتماعي من الأمور الخطيرة، أن ننشر الطعام وأن ننشر اللباس وأن ننشر يومياتنا، فهناك أناس يعيشون الفقر وهناك أناس قلوبهم مريضة، فأنت لماذا تجعل نفسك عرضة لأن تصاب بالعين والحسد بنشر الطعام والشراب والحلويات واللحوم والفواكه، وهناك من هو فقير فيتألم، والمسلمون ينبغي أن يستشعروا بغيرهم، وهناك أيضا مريض قلب قد يصيبك بالعين أو الحسد ويتمنى زوال النعمة من عندك، فينبغي أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نكتم ما عندنا من المحاسن. نعم، وأما بنعمة ربك فحدث، لكن ينبغي أن نعلم إلى من نتحدث. هل الشخص في قلبه مرض؟ نحن في مواقع التواصل الاجتماعي نجد في الفيسبوك، في التويتر، في جميع المواقع نشرا للطعام والشراب بشكل كبير جدا والتباهي، وهذا الشيء قد يسبب لنا أن نصاب بالعين والحسد. وأيضا نشر اليوميات، يعني هناك ناس ينشرون يومياتهم كيف يعيشون وفيها مخالفات شرعية، وأيضا
قد يقع الشخص بالعين والحسد، فينبغي أن نقي أنفسنا من هذه الأشياء، أن نحصن أنفسنا من هذه الأشياء. وهذه من أهم الأشياء التي ذكرناها لكم، هي الذكر والتسبيح وتحصين النفس بتقوى الله سبحانه وتعالى. الآن ننتقل إلى العنصر الرابع وهو العلاج. العلاج يكون في جهتين، جهة أن الشخص إذا علم من الذي أصابه بالعين أن يأخذ ماءه فيغتسل به، كما ورد في الحديث أنه أصيب رجل بعين، أحد الصحابة كان يسبح بماء فمر عليه رجل فقال سبحان الله، يعني هو قال يعني ما أجمل هذا الرجل، كأنه امرأة في خدرها من شدة بياض جسده. فوقع الرجل فقال عليه الصلاة والسلام يعني هل قال له أحد شيء؟ قال فلان قال هذا شيء. فقال اذهبوا وقولوا له يتوضأ، فيتوضأ الشخص ويأخذون ماءه، يأخذون ماءه فيصبونه فوق هذا الرجل. فعندما صبوه فوق هذا الرجل قام وليس فيه شيء، رجع وقام وذهب منه المرض. فقال عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحد منكم يعني شيء يستحسنه فليقل فليبرك، يعني يقول ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. فينبغي على الإنسان إذا رأى شيئا حسنا أن يقول ما شاء الله تبارك الله. فهذه من العلاجات، أنك إذا علمت من أصابك بالعين فتخبره لكي يغتسل لك، ولا ينبغي أن يمتنع، واجب عليه أن يعطيك الماء، خاصة إذا كان معروف بالعين والحسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا استغسلتم فاغسلوا، أي إذا طلب منكم أن تتوضأوا فينبغي أن تتوضأوا. وإذا الشخص أبى وهو معروف أنه يصيب بالعين والحسد فإنك تأخذ من آثاره شيء كما ذكر العلماء، فتأخذ من لباسه شيء فتضعه في ماء ثم تغتسل بهذا الماء، أو تأخذ شيء من آثاره فتضعه في ماء ثم تغتسل بهذا الماء إذا امتنع. وإذا لم تتعافى في المرة الأولى فيجوز أن تطلب مرة مرتين ثلاث، خاصة إذا رأيته في المنام أو بعد أن جلس معك وذهب ولم يقل ما شاء الله تبارك الله أصبت بشيء، فاطلب منه لو مرة أو مرتين. والشخص الذي يصيب بالعين والحسد، الذي يصيب بالعين نقول له إذا رأيت أي شيء حسن فقل ما شاء الله تبارك الله، وعندما تصبح وتمسي والحاسد يقول اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. أنت تعترف هنا بأن أي نعمة من الله سبحانه وتعالى وفضل. فالحاسد ينبغي أن يعلم أن النعمة التي أنعمها الله على الشخص هي بتقدير من الله، فهو هنا عندما يتمنى زوال النعمة فهو يعارض ويعترض على قدر الله سبحانه وتعالى أنه أعطى إنسانا، أعطى إنسانا. فينبغي عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يقول هذا الذكر ويستشعر أن كل شيء هو بفضل الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الحسد في قلبه بشكل كبير فيغض بصره، يغض بصره خاصة إذا يمشي في الطرقات وينظر يمين ويسار فيكون في قلبه حسد، فيحاول بقدر ما يستطيع ألا يلتفت يمين ويسار حتى لا يحسد الأشياء ويحسد الناس، لأن في قلبه مرض، حتى يتعافى بالذكر والتسبيح واللجوء والاستعانة بالله والدعاء والدعاء. وأيضا من العلاجات أن الشخص يقرأ على نفسه ويقرأ على أولاده فيحصن أولاده، هذه أيضا من الوقاية، أن يقرأ عليهم سورة الإخلاص والفلق والناس. أن أعجز أن نقرأ سورة الإخلاص والفلق والناس؟ كل سورة ثلاث مرات صباحا ومساء، اقرأهم على أولادك وانفق عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين بأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ثم عندما نزلت الإخلاص والمعوذتان كان يعوذهم بها. فينبغي علينا أن نحصن أطفالنا وأن نقرأ عليهم في الصباح والمساء، وأيضا لا ننشر صورهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا نحصن أنفسنا. فإذا أصبنا بالعين والحسد فنقرأ على أنفسنا، نقرأ آيات العين والحسد، نقرأ سورة الفاتحة،
نقرأ على ماء ونشرب منه، خاصة إذا لم نعرف من الذي أصابنا بالعين، فنكثر من قراءة سورة الفاتحة وآيات الحسد ودى الذين كفروا من أهل الكتاب التي سنقرأها لكم بإذن الله بعد قليل. وأم يحسدون الناس، وأيضا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، وسورة الفلق والناس، ونكرر هذه الآيات. نسأل الله أن يشفي كل مريض ويعافي كل مبتلى. الآن بإذن الله تعالى سنبدأ الرقية الشرعية، فاستعينوا بالله وتوكلوا عليه، وادعوا الله سبحانه وتعالى أن يشفيكم، واجعلوا يقينكم بالله سبحانه وتعالى. فإنك إذا تفاءلت ولم تحزن، لأنه أحيانا تأتينا حالات يقول لك أنا يأست، لا تيأس من روح الله، هذا ابتلاء واختبار، فإذا صبرت لك الجنة، إذا صبرت إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالإنسان مبتلى في هذه الدنيا، حتى لو أنه قرأ وقرأ وذهب إلى الرقاة ولم يتعافى فهو امتحان، فاصبر واثبت، فإن الدنيا زائلة. اصبر، نعم أنت تتألم، نعم تحدث لك أشياء، فاصبر واستعن بالله سبحانه وتعالى. فما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا يصيب المسلم من شوكة، ما يصيب المسلم من شوكة من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه به خطاياه. فالله يكفر عنك خطاياك عندما تصيبك الآلام والأحزان والابتلاءات. فاستعينوا بالله سبحانه وتعالى وتوكلوا عليه، وضع السماعة وتابع معنا الرقية الشرعية، واستعن بالله سبحانه وتعالى وتوكل عليه. نسأل الله لكم الشفاء. بسم الله 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 الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله رحمةً للعالمين وكافةً للناس أجمعين بشيرًا ونذيرًا أما بعد يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان إن كان في هذا الجسد أي آثار أو عارض فإن خرج فله الأمان فإن خرج فله الأمان فإن خرج فله الأمان فإن خرج فله الأمان إن كان مسلماً أو غير مسلم أي آثار عين أو حسد أو جان تخرج من أمشاط القدمين طاعة لله هذه نصيحة وأعذر من أنذر وبين من نصح قبل أن أبدأ الرقية الشرعية بسم الله بسم الله بسم الله فإنه محرم في اليهودية والنصرانية والمجوسية والبوذية والإسلام
وفي جميع الملل والنحل أن يدخل الجان داخل الإنسان، والظلم ظلمات، والظلم ظلمات، والظلم ظلمات. فاتق الله سبحانه وتعالى، فأي آثار موجودة في الجسد أو جان تخرج من أمشاط القدمين، لأني سأبدأ الرقية الشرعية بإذن الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، فيه هدى للمتقين، فيه هدى للمتقين.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم 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 غشاوة وعلى أبصارهم 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 غشاوة ولهم عذاب عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا 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 ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم 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 من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا إذ دخلت جنتك فقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين.
وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد 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 ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله تنفك العقد بسم الله تنحل العقد بسم الله تنفك عقد العين والحسد بسم الله تنفك العقد التي في الرأس بسم الله تنفك العقد التي في الرأس بسم الله تنفك العقد التي في الرقبة بسم الله تنفك العقد التي في الرقبة بسم الله تنفك العقد التي على الأكتاف بسم الله تنفك العقد التي في اليدين بسم الله تنفك العقد التي في الصدر بسم الله تنفك العقد التي في البطن بسم الله تنفك العقد التي في القدمين بسم الله تنفك العقد التي في الساقين بسم الله تنفك العقد التي في القبل بسم الله تنفك العقد التي في الدبر بسم الله تنفك العقد التي في العورات بسم الله تنفك العقد التي في الظهر بسم الله تنفك العقد التي في الفقرات بسم الله تنفك العقد التي في العظام بسم الله تنفك العقد التي في المفاصل بسم الله تنفك العقد التي في العروق بسم الله تنفك جميع العقد واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد 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 ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله بسم الله بسم الله. إذا كانت في هذا الجسد أي آثار أو عارض تخرج بإذن الله تعالى تخرج بإذن الله تعالى تخرج بإذن الله تعالى تخرج بإذن الله تعالى. قبل أن أبدأ آيات شديدة بسم الله أي آثار أي آثار تخرج من أمشاط القدمين من أمشاط القدمين من أمشاط القدمين. بسم الله
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. بسم الله بسم الله بسم الله. أي آثار تنزل؟ ونزلناه تنزيلا ونزلناه تنزيلا ونزلناه تنزيلا 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 وبالحق أنزلناه وبالحق أنزلناه وبالحق نزل 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 وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد 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 رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد 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 وحفظا من كل شيطان مارد 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 لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب 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 دحورا ولهم عذاب واصبا. بسم الله بسم الله. أي آثار موجودة في الجسد تخرج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. استشعر اليقين بقلبك وتوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه فهو حسبه. حسبنا الله ونعم الوكيل. قل حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا سرمدا، الحمد لله دائما وأبدا، الحمد لله في السراء والضراء، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. اللهم إنا نتوجه إليك بك نستعين وعليك نتوكل وإليك ننيب. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا نرجو رحمتك ونخاف من عقابك. اللهم بك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم إنا نرفع أكف الضراعة إليك، اللهم إنا نتوجه إليك، اللهم نسألك أن تشفيه وتعافيه، اللهم اشفه وعافه وأخرج ما به من بأس وضر، اللهم أخرج ما به من
بأس وضر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. 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 رب الناس أذهب الباس فأشف أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. رب الناس أذهب الباس أشف أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. رب الناس أذهب الباس أشف أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله أن يشفيك ويبطل ما بك من عين وحسد. اللهم أبطل كل عين معجبة. اللهم أبطل كل عين معجبة. اللهم أبطل كل عين حاقدة. اللهم أبطل كل عين وحسد. اللهم إن كان في هذا الجسد عارض من العوارض اللهم أرنا به يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم زلزل الأرض من تحته. اللهم اجعل أمامه نارا ومن خلفه نارا ومن فوقه نارا ومن تحته نارا وعن يمينه نارا ومن شماله نارا وعظم له نارا. اللهم احرقه. اللهم اخرجه مصغورا مدحورا. اللهم قطع أركانه. اللهم أخرجه مصغورا مدحورا. اللهم ارسع عليه جندا من جنودك يخرجونه يعذبونه. اللهم أبطل كل عين وحسد. اللهم أبطل كل عين وحسد. وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا مرضت فهو يشفين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قل حسبنا الله ونعم الوكيل واستعن بالله سبحانه وتعالى فهو الشافي المعافي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. توكل على الله وأكثر من الأذكار والدعاء وحافظ على صلاتك. وإذا شعرت بألم في بطنك فخذ العشبة عشبة السنا والسنون أي اليانسون، فإنها مفيدة جدا بالنسبة لحالات العين والحسد. وأيضا عشبة السلمكي إذا كان هناك ألم في بطنك ومعدتك. وأيضا إذا هناك ألم في الجسد فاقرأ على زيت وزيتون سورة الفاتحة والإخلاص ثلاثا والفلق والناس، ثم ادهن جسدك بهذا الزيت. وإذا كان في جسدك ألم سنين كثيرة فادهن الجسد بزيت وزيتون لكن بدلك قوي جدا، بدلك قوي جدا يوميا في أي وقت ليس هناك مشكلة. وحافظ على أذكار الصباح والمساء والدعاء فإنها داعية للشفاء. وأكثر من الدعاء وسأل الله سبحانه وتعالى وأصبر واصبر فإن الأجر على قدر المشقة. وتوكل على الله سبحانه وتعالى وقل حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. واحسن الظن بالله فإنه كريم وجواد. أسأل الله أن يبارك فيكم ويجزيكم خيرا ويسعدكم في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يشفي كل مريض ويعافي كل مبتلى. وشاركوا المقطع بشكل واسع لكي يستفيد الجميع من الرقية الشرعية. نسأل الله أن يشفي كل مريض ويعافي كل مبتلى. واستمع للرقية مرة مرتين ثلاث من بداية الرقية إلى نهايتها. أسأل الله لك الشفاء العاجل. ونسأل الله أن يشفي كل مريض ويعافي كل مبتلى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.